وتأثيره. أنا كنت في الهند عشت 4 سنوات. ما شاء الله. حد المرات وعند الخضار قاعد أخذ خضرة وتكلم هندي يعني ما ودي أحد يعرف إنه لبسي وزي على داخل البلد وعايش مع الناس. نعم. وأنا واقف يجيني واحد سلام عليكم السلام كيف حالك؟ العربي فصيح والرجل هندي. إيه. الحمد لله. كان سعودي. قلت والله سعودي والله الحمد لله منه. ما شاء الله. قال عندك قهوة؟ أيوة. قلت عندي قهوة. قال أنا أبغى أجي اليوم أتقهوى عندك. قلت حياك الله. قال أنا الرجل هندي قال أنا رمالي من الشمال. أيوة. شمري. قلت نعم والله ونعم ونعم. من وين؟ قال أنا من الأضارع. الرجل هذا اسمه الدكتور محمد سيف الله، عاش في الأضارع أكثر الأضارع مدينة صغيرة محافظة عندنا بالجوف، عاش فيه يمكن 40 سنة. حتى لو كتبت محمد سيف الله وتوديع الدكتور محمد سيف الله سوى الاحتفال كبير. الشمامرة. الشمامرة. ونعم. أي والله نعم. تحية من هنا. ونعم. قبيلة عريقة. الشاهد إنه جاء المغرب في البيت. وسويت قهوة أول ما دخل قال يا شيخ أنا لي 40 يوم ما شميت قهوة. والله. قلت يا أخي حنا نجيبها من عندكم. قال يا أخي قهوتكم غير قهوتنا. والله نسوي القهوة ونقهوي. فعاد فعليا القهوة كمذاق وك براند وأصبحت يعني شيء نفاخر به وأصبحت ملتصقة بنا. وفعلا أحسنت الحكومة جزاهم الله خير لما وجهوا بتسمية يوم القهوة السعودية أو تأكيد على أنها قهوتنا السعودية. فعليا هي قهوة سعودية تنتج عندنا وتزرع عندنا ولا أحد يشربها بالطريقة اللي يشربها في العالم كله إلا نحن. صح. وجيراننا في الخليج. نعم. بقية دول العالم تطبخها بطريقة مختلفة جدا. نعم. فليش نسميها قهوة أشياء أخرى برازيلية ولا أثيوبية وحنا نطبخها بطريقتنا السعودية لقهوتنا السعودية وحمستنا الخاصة بنا. يوم قول أنا صراحة شدري يوم قول تبخر بالقهوة. نعم. أنت إذا دخلت بيتكم يحمسون قهوة الآن شوفوا شو أول ما أنا طحك من ريح القهوة. الريح. ريح ريح يبهج الصدر. نشهد والله أنه يوسع الخاطر. يوسع الخاطر. والله أنك صادق فعلا. نبي لنا موقف من معاد نسمع منك طال عمرك. موقف من هالمواقف اللي مرت عليك. والله المواقف كثير لكن لا طلبت تروح كلها تختفي مرة واحدة. لا يبي يمديك تذكرنا شيء. خذ لك لفة بالشباب. طيب نبي نشوف.